الشاي أكثر مشروب يتناوله الناس في العالم بعد الماء. بدأ استهلاكه في الصين قبل 5000 عام، وبالنظر إلى أهميته ثقافيا في العديد من المجتمعات، أعلنت الأمم المتحدة 21 من مايو من كل عام يوما عالميا للشاي. وفي البلدان المسلمة ليس الشاي مجرد مشروب ساخن لذيذ، بل هو جزء أصيل من ثقافتها وتقاليدها. فلنتعرف على فنون الشاي في رحلة بين هذه الشعوب. في الصومال يسمى الشاي شاهي، وهو ابن عم الشاي اليمني والكيني والهندي. تضاف إليه بهارات مثلها ما عدا الفلفل الأسود والحليب في آخر مراحل الإعداد. الشاي الفارسي الأسود من أكثر أنواع الشاي شعبية في إيران، وشهرته جعلته أكثر من مجرد مشروب، بل جعلته جزءا من الثقافة الفارسية. للحصول على شاي فارسي مثالي، تغلى أوراق الشاي مع أزهار الهيل. شاي الكشري هو المفضل شمال مصر، خفيف محلا بزيادة ويضاف إليه النعناع أحيانا. يحب مسلم الهند شرب شاي المسالة، شاي أسود مع تشكيلة من البهارات مثل القرنفل والقرفة، ويضاف إليه الحليب الكامل الدسم. الزهورات هي الشاي المميز في لبنان وسوريا، عبارة عن نقيع خلطة أعشاب عطرية تضم بتلات الورد المجفف والكركديه والبابونج والزعتر والمريمية والنعنع. أما الشاي الفلسطيني فأشهر أصنافه بالميرمية، لا تتجاوز مدة إعداده 10 دقائق، وهو علاج لآلام البطن. يضاف القليل من السكر حسب الرغبة. لكل عائلة وصفة شاي خاصة بها. في أفغانستان تتوارث الأجيال خلطتها، وفيها شاي أخضر وهيل وقرفة وزعفران، وقد تضم كذلك الفلفل والزنجبيل واللوز. الشاي في كشمير يسمى الشاي الوردي، واسمه من لونه الناتج عن امتزاج بياض الحليب بلون نقيع أوراق الشاي الأخضر المخمر. الشاي التقليدي في موريشيوس أسود منكه بالفانيلا، يقدم دائما حلوا مع كمية معتبرة من الحليب المجفف. وشاي السودان التقليدي أسود تضاف إليه أعواد القرفة، يحب الكثيرون تناوله مع مكعب سكر بين الأسنان أثناء شربه بغرض تحليته.
الشاي هو المشروب رقم واحد في أوزباكستان، كل أكلة تبدأ بالشاي وتنتهي به، ولا يشرب مضافا إليه السكر. الشاي الأخضر يسمى كوكشوي، والأسود كوراشوي، وهو الأشهر في طشقند. ومن أصناف الشاي الأخرى شاي الكرك العماني والشاي الإثيوبي المتبل وتيه طارق بماليزيا وسنغافورة، وشاي التندوري ببنغلاديش، وشاي كيرالا السليماني الذي يقال إن أصوله عربية. ما هي وصفتكم المفضلة للشاي؟